خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. انتظرتني يا مسعود. حميد اقنع ما عاد اخرجش من القرية وبعدها شجلس شوكة في حلقك. يا الله يا الله، هيا غلقي على نفسك البيت وانا عاد اسير وارجع بسرعة. Thank you.
تأخرت. محامي خير ما به؟ صلي على النبي يا بنتي. عليه الصلاة والسلام. كل واحد عجي أجله. ما به؟ لقيه ناصر عند الجبل. ما له ناصر؟ حبهم الله أجرش. ناصر مات يا خيزران. ناصر خيزران يا أبتي. الله ينتقم بمن غدر بك يا ناصر. قتلته يا رياحنا وهو الذي كان بيدافع عليكم. قسما يا عابد، لولا ناصر ان ما لكم لا قدر ولا قيمة عندنا. ناصر قبل ما يكون زوج بنتنا وابننا وطول عمرنا، واحنا بنعامله بأنه واحد مننا. رضينا ووافقنا ان نقبر في ارضه. وش معايا مقدا؟ دم ناصر غالي، وهذا الثاني قتيل في أرضكم. يا جماعة صلوا على النبي. ناصر كان الرابط بيننا وبينكم، وكان يحاول يصلح بيننا وبينكم، فأكيد القاتل يشتي يفتن بيننا وبينكم. أش من فتنة؟ هي واضحة. أخي صابر قتل في السد، والقاتل منكم وهربته. ناصر ما كان بش مع عدو أحد. ناصر كان عدو نفسه، وكان طول عمره معاكم، وأنتم من أوصلتوه إلى هذه البقعة. الله يرحمك يا ابن عمي. الله يرحمك يا ناصر. الله يرحمك. هذا جزاتك، كنت شوكة في الحلق. يا خيزران ابكي وطلعي كل اللي في نفسك. هيا وما وانتي مع الجهال. فايزة قومي في سر البنية، مالها بتبكي؟ Thank you.
قابضني قد هذا ألف مرة وأنا سيرت جاية للحمام ولا عدريت ما لها بطني. يا بطني من حين ما رجعتي يما من عند الدكتور أنور وكنتي بخير. ما فيني شيء، أنا بخيرة، أنا صرت من أجل ريحانة. البنت ولا عد صحت من حين فلتت راوية للبركة. يمكن من الفجيعة. ارزي ارزي ارزي، ارتاحي انتي، انتي تعبة، ارتاحي. اها بنتش تعبة، اما انا كل شيء عليا. انتي الكبيرة. اين انت لا ذا حينة؟ ضروري تخوفني. يما صبري صبري، عدني لا دخلت. انا سرت بسر من هو هذا اللي بيتمشى في بيتنا من غرفة لا غرفة. ومسكته عرفت من هو؟ فلت علي، لكن سهل شمسك يوم من الايام. يوه الحمد لله حين ما بصرت ولا شيء، ولا كنت عاد اوقع سقم ياسين. مالش بحسي؟ ليش ذا حين انت بحسش؟ لو انت بحسش ما ادي هذا القلق. يا بطني اصاب بطني بتوجعني، ما عدرت مالها. سير ودي الدكتور انور على سب يعني ما تجلس تئن للصبح وتبكر الصباح وهي بخير مصحصحة. وعشان تسيروا العرس انا داري بالشكل ايش تعبه، حالتش خطيره. مسكين عبود الأعراج ما لقى العريس يا ناس، عايش لحال مجاجع من قبر حين يموت، فقير ما بسمع إلا شل وزن وقوت يا ناس، وعكازة اللجل يخطى وانت شعكل يموت، لا ياكل اللحم او ياكل مع النشفوت يا ناس، ما قوته الا طماطيس تعتق الا يموت. وين انت؟ وين كنت؟ منين جيت؟ دايرين كنت مريع لك عند النازول، بصارتك ما جيتش رجعت اطلع. ابرد تعشى. دايرين ابوك جاي يدورك وضابح. هذا قدريت النبي ضابح وضابح طول عمره، تعشاه يعني منه ومنه. وليد يا وليد. الله خارجك يا وليد. اين الالي؟ ما هذا اين الالي؟ اين الالي؟ لا تسويش نفسك ناسي يا وليد. اين الالي؟ وين الالي؟ اين الالي؟ اين الالي؟ وين الالي؟ كما انت بتشل الحاجه وتختبي، هذا طبيعتك، لو ما تغيرها لا غير وجهك. لا تغير وشي ولا غير وشك، الالي بعتبره صقيبه. كيف بعته؟ ولمن بعت الالي يا وليد؟ المرافق حق الشيخ شعيب. الآن سرت الدي. مش بهذا السهولة، قلت لك آلي اشتراها الرجال. على أساس كيف تبيعها يا وليد؟ الآن سرت الدي الآلي ولا بتقع مصيبة في رأس القرية بأكملها. عرف آلي من هذا الرأس، اجلس جلس تعشى. اجلس تعشى، جيت لي آخر من الدور آلي. عشى. اش من عشى وانتو طماطيس؟ وانت بقى عندك ثروه راجل. الله، مش الراجل ابويا هيموت يا ابني؟ قلت له ابويا كنز على قلبه قد كده وعنده فلوس ذهب في البنك ومن ناحيه عنده. انت ليه يا واد؟ والله مش عارف رمضان، كل ما بكلمها في التليفون يقولوا لي في الحمام. يعني انت ما كلمتهاش؟ لا مستني لما تخرج من الحمام. ولا شفتهاش عاطف؟ ازاي ده انا كل يوم بشوفها ثلاث اربع خمس مرات. انا بحبها يا رمضان اخويا. رمضان في عينك قليل الادب كامل. ربنا هيشوف سلك التليفون هكسره على ابوك. بنتي بتحب تعيطني يا زينب. ما وقت الكهرباء تطفي. يا دكتور انور، اقعد بالله مش طرج. ايش
يا دكتور انوار، يا دكتور انوار. من؟ انا فين انت؟ انا طالع. مالك بابا يا اخي ما تشتي؟ امي مريضه تاعب بتجيب سلها. عادها خرجت من عندي من العياده، ما فيها شيء اختك. اي بعد ما روحت تعبت. ها هو انت اللي قطعت الكهرباء؟ اي والله انا ساعه بين ادقدق نازل في الباب واتصلت لك ما بتجاوبش، قلت يمكن اطلع من طالع واقطع حد تجاوبني. اي هلا لصي. طيب تمام تدخل لا تستبرد. لصي برد تدخل. لصي ناي تمام. لصي يلا يا دكتور ودحنا عم نسرج لك. بالله صغير لكن حرمت. الحمد لله سرجت. الله مساء الخير. ما بتفعل انت يا انا بنوال؟ بلا وصلش العلاج. امانه سير ارقد قبل ما اعمل لك من طم وصلك لغرفتك. أمان بك ما التوصيل لها هناك. يحيى طب معي 50 عاد وصلين الغرفة. يحيى سير ارقد. الله يحفظك أمه. الآن أنا تأكدت أن أنت بخيره. طيب قولي لي أمه، ما أكلتي؟ أكلتي حاجة مكشوفة؟ لأن الدكتور بيقول أني فيش تسمم. حاجة مكشوفة يمكن لما أكلت مع النسوان هناك في البريك. يما الله يحفظك. أنت داري أن الأمراض منتشرة، ما بل انتبهي لنفسش وكوني بلغي البنات ونبهيهن. ان شاء الله بالحين سير ارقد، قدوه معك عرس. ايوه بس هذا ما قد كملتش، بعدها تشربيها. يحيى خلصنا. هاي ما بتفعل، ما بتدور. اها بين ادور ال الفكس 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 وده هي من اللغاجه ورقده. وسر ارقد يا ولد الله يحفظك. كملت؟ اي ايوه كملته. انا شرجع لك بعد شويه عسبه بعد المغذيه. يا بنتي نبعد ليش هالفجيعة؟ بسري كيف انت مصفرة؟ عاد موتوني فجايع. الله يجعل شفا ريحانة على يدش. صورتها ما بتاكلش. من هي؟ بتاكل اكلنا كلنا. ايش رايكم نجلس هنا؟ شكل القرية هذه ما تعرفش المطر. تعال يا تعال. بعدها تنسى ولا هذا؟ هذا سمير. لحظة لحظة سمير. ايش المفاجأة الحلوة هذه؟ اهلا اهلا يا علوي. كيف انت؟ الله يحييك. كيف صحتك؟ حياك. هذا ابنك؟ هيا بيا. اهلا وسهلا. ما معاكم هنا؟ والله اجازة قلنا نتمشى احنا والاسرة. نورتوا القرية حقنا. النور نورك والله. عموما جيت في وقتك، معنا عرس هيطلعوا معنا. دام الله سركم، بس نخليها مرة ثانية. لا ابدا ما بالله اطلع معنا وخلي العائلة ينزلوا عند الاهل. تمام ان شاء الله، سبقني وانا بامر الله عندكم على الرواحة. عاد تمشوا يعني؟ ان شاء الله ايوه. وتصوروا المهم لا تفلت ولا منظر. ولا يهمك. مراعي لك. ان شاء الله. لا تتاخر. ولا يهمك. يلا الله يسعدكم. شوف هذه قلت لك القريزه ما هي. you
نبعد ليش الفجيعة؟ أنت الفجيعة بنفسها. ما عملت بكم اليوم؟ الحمد لله في غير حب الشقاري نبعد ليش الفجيعة. يو أي حين جيت من المدينة؟ مش المفروض أنت الآن في بيت العرس؟ أيوة يما، وذا قد جيت لابس جاهز واسيل العرس، وما هي إلا خطوة وأنا في العرس. يلا تمام. لكن يما بيت عزيز يشتوى ندي لهم صحن. ما يشتوى؟ صحن 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 صح واحد. ليش أنت عاد خليت شي في البيت؟ كلنا بيت عزيز. لا بيت عزيز ما عاد ناقص لك شي لني أنا. لا بيت عزيز يما هو صحن واحد من البخل صح؟ ما هي يا بخل سير هيئ. أمه شفتي بنتش ما فعلت؟ ما فعلت. وعد ابنش يحيى؟ ايوه ابصرت وسمعت. ريحان وسلمى رفعين الصحون تعاوني. انت عاد خليت صحون داخل؟ يوم احمد يلا تسكي الغسوله بدل ما تسيد غسولي. الله يهديك ويحفظك. عادك بتسليني وعادك بتضحكني وعادك بتنسيني التعب وبتمهدني وبتمهد لي البيت وبتمهد لي المطبخ. الله يحفظك يا ولدي. الله العرس يا رجال زين، ما تقدروا تمدوها ساعة عنا. ما لها قد يسابره تلاها انا همد. ما عدد شي لانا اربط لها انا القصب وبعدها مد لها انا مد لها انا. ايه الله الله. اه يا رجلي الصحون الصحون يا ولد الصحون. اه ظهري. امه بسري بنتش السلحفة هذه من اول ما كملت. بسري معش خمس دقايق ولا شخطة. الله معش انا داري اين البيت. حي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويعافيك. الصدق البيت بدونك مظلم. والله انتوا اللي وحشتوني انت والجهال، ولو كان علي ما كنت سافرت، لكن قد الظروف داري ان سافرت غصبا عني. ذا الحين بسري بسري ما اديت ليش من هديه. خير هذا. آه. الله الله يحفظك ويخليك لي يا رب. بس اطلب منك طلب. عيوني هذا السلسل تخلي معش وتحتفظي به وما تفرطي بش مهما كان الثمن. حاضر من عيني. وما اديهاش البسها. هاتي هانتي واصلة انتي بتلبسيها. ما تعجبني الله. سيري بسرعة شو ما تاني. هو احنا والجنان ما هو. يما واصلة هي بتلبسها وانا ما قد لبستهاش. هاتيها لنتي ولا هي عتلبسها. شو البسها انا؟ مزعجين امانة. السد ما عقب ولا عند خالد. وين انت يا حبيبي؟ ها السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام. اهلا بالشيخ شعيب. اهلا يا حجي مقداد. ابو على العين برا. اهلا يا شعيب. اهلا يا شيخ حميد. تفضل نورت الرايحنا يا شيخ شعيب. الرايحنا اطيب ناس. اهلا يا شيخ. اهلا عفوا عفوا هذا يا شيخ. لا خلص 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 خلص. الشيخ شعيب تخيل اليوم في كل عزل عرس. اصبر لا غضوة غطوة جمعة الناس يشتوا يفتهنوا، يوم السبت شاقر راسك انت. هو انا اشتي الآلية اليوم.
كذاب زول. دريت اينو؟ اينو؟ عبو لازم تسرد قوتك، وانت اختار بعدي. سمير شفتك انزل. وين انتو؟ براعي لك على الغدق لك تاني. سامحني علي، والله عجبنا الجو والمنظر وتاخرنا وما جيت الا علشانك. خير ان شاء الله. تغديتوا؟ تغدينا وكل شيء الحمد لله. الحمد لله عجبتكم المناظر عندنا؟ عجبنا كل شيء. طيب خلاص نزل زوجتك وابنك نتعشى سوا وبسروا حقنا العرس والصبح الله وديحكم. لا لا اصلا ما بطولش، ندخل نسلم على العريس وارجع. لا لا ضروري ما ينفعش. ان شاء الله مره ثانيه اعوضك بعرسك. والله ان شاء الله. هذا بيت العرس. ادخلوا بيت. انت تدخل انت مجنون، خلي واحد صيح لله انا ماشي وقع مجن. عشيت يا ابو؟ انا كان محسن هنا اي وقت. يا اخ ها اهلا وسهلا اهلا وسهلا حبيبي الله من جاء تفضل تعشى هي. تسلم تسلم. صيح لمرافق الشيخ شعيب. ما تشبني؟ قول لي جاوبني. من انت؟ قول لي جاوبني وخلاص. قول لي جاوبني وخلاص. أخي ما دراني وانا احفظ لك الناس. طيب وينه؟ خارج بسره. ايه اخرج بمريض الشيك. مالك اكمل العرس واجي. اخي اصعب من السياح اسمع بنا. مالك مالك اكمل واجي. واحد تعب يشيك برو بسره. اكمل العرس واجي مش وقتك. بسره بسره حرام. اكمل العرس واجي. اخي عصب ونعمل وقت بر مرة ثانية. يوه ايه مالك؟ دام الله افراحكم وعقبال ما اجيب عرسك ان شاء الله. يا رجال الله المستعان. اجلس اجلس عاد وحين ما قد جلسنا سوا. مستعجل العائله في السياره. ولا تقلق ولا شيء. بالنسبه للعائله اذا الشيء دخلهم عند النسوان واحنا موجودين وما يلزم الا عيوننا لك. مالك؟ تسلم لكن تاخرنا وعشان بنروح للمدينه. مدينه الا ساعه وانت هناك ووصلت. خلاص اجلس بسر البرع. ان انا شعدني بسره. قم قم نوري البرع. قم يا علوي قم. هاي أمه انزل داعي أبي. لا ماشي جلس هنا. أذن أبي نحاول اتصل بها بس ما بشتغطيها هنا. خلاص فعلي لي رسالة. يلا تنشي جرب ذا الحين. أين الآلي؟ أيالي علي مكانتك قبل شهرين طلع النبي. مكان جدتك يا قولي علي. جدت من؟ جدتك. علي والله شل هذا ذي فوقه. فوق لك شل هذا. تعمل نطق هكذا. بطي بطي راسك. اهلا وسهلا حي الله من جاء. رحبوا بالضيوف قرحوا. ماني بحصل تدري مدري خارج
عايش اللي بيحصل. ثم انا مرجو ماذا يجب سلمة. خليدي انا معك تبكي خليدي. انا بينك وبينك الاب اقدر الحين بس اتقطي ما كنت اسمع عيني اول. الله انا عسير انا عسير. خلتني في حالي اسرتي خارج. يا اخي الله يحفظك واحنا اسرتنا داخل مالك نداء. السماء بكون ضر رصاص. يا اخي انت تعرفني. ماشي صدق. كان خلي لي حالي. ولو ما يسمش. اخي عيني بس تعشى العشاء ذا في حالي. ايش من عشاء؟ يكملوا يحتربوا بعدين ندي العشاء. جس انا لا تخرج. لا تتحرك. الله اكبر عليك وعلى اليوم هذا. لا تخلنا نسحب فوق. خلاص يا رجال هرموا هرموا يا رجال خلاص. من فعل هذا النثر يا حميد؟ ومن غيره ابو النثرات يحيى حقك. الله اكبر عليه. الله يخرجنا منك يا يحيى. خوك تطفي الكهرباء. السبب ولا الزمن أصبح غريب. صرنا جروح للوقت وأحزان السنين. هل باقي روح للكره ولا العمر رضا وولدنا رهن الضياع. وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. العمر رضا وولدنا رهن الضياع. وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع.
الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب نفتح طريق القلوب يسقينا سد الغريب.